مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة نورة السباعي، وهنتعرف على تاريخ ميلادها وعمرها الآن ومشوارها الفني وسبب شهرتها، وهنعرف كمان أهم أعمالها، وهنكشف ليكم عن شكلها الآن بعد ما خست. بس قبل ما تكمل الفيديو، انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. الفنانة نورة السباعي من مواليد سنة 1977 في القاهرة، ودخلت المجال الفني سنة 2002 واشتهرت بأدوار الكوميديا عشان كان وزنها زائد. ومن أهم الأعمال اللي قدمتها فيلم الباشا التلميذ مع الفنان كريم عبد العزيز، وفيلم أمير البحار مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم السيد أبو العربي مع الفنان هاني رمزي، وفيلم بحبك وأنا كمان مع الفنان مصطفى قمر. ومن أشهر المسلسلات اللي شاركت فيها مسلسل رجل وست ستات ومسلسل حكايات زوج معاصر. ومن فترة نشر بعض المواقع الإلكترونية ورواد السوشيال ميديا خبر وفاتها بسبب تناولها دواء تخسيس. وعبرت الفنانة نورة السباعي عن استيائها من خبر وفاتها، وقالت أنا مش عارفة بيعملوا كده ليه. وقالت كمان عن غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة إن ده كان سببه الاهتمام والرعاية بأطفالها، وأكدت إن هي لم تصب بأي مرض زي ما قالوا، وما عملتش أي عملية جراحية لإنقاذ وزنها إلا عملية تدبيس المعدة وممارسة بعض التمارين الرياضية. الممثلة نورة السباعي واحدة من الممثلات اللي اكتسبوا شهرتهم بوزنهم الزائد، ومن فترة ظهرت بشكل مختلف بعد ما فقدت الكثير من وزنها، وما حالفهاش الحظ إن هي تجد أعمال بعد خسارة وزنها. قالت نورة إن هي بعد ما خسرت وزنها ما بقتش تتعرض للمعاكسات على عكس زمان لما كانت تخينة، كانت بتتعرض للمعاكسات كتير. وقالت عن سبب اختفائها الفترة الماضية هو زواجها وسفرها، وأكدت كمان ان الشيء اللي بيزعجها هو تدخل البعض في حياتها وكمان بعض التعليقات عليها. اما عن عودتها قالت ان هي هتعود بمسلسل كرتوني هيعرض في رمضان من بطولة مدحت صالح وسوسن بدر. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكاياتنا مخلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.